تسمعكم، صباح كل شيء بخير الشباب، معنا ولا ما معناش؟ واللي معنا يكتب السلام عليكم. ولا عليكم السلام. خويا حسن صباح بخير. فنتسناو غير يتجمعوا الدراري وديك الساعة غادي نبداو. غير الدراري اللي كانوا معايا البارح في اللايف فاش كنا تنخدموا لي زسكاليي، اليوم درتو ليهم 3 دقيقة باش يشوفوا يعني القيمة ديال 3 دي كي دايرة، ويشوفوا الفرق، فرق كبير بيناتهم. نتسناو معايا يدخلوا. اليوم ما غاديش نكملوا الشباب، ما غنكملوش داك البيسين اللي كنا بدينا البارح، ما نقدرش نكمل لانه بيني وبينكم عندي شي حاجه غدا مهمه، فما نقدرش نكمل. ولكن اليوم غنعطيكم واحد جوج لوجيسيالات مهمين، وهما غراتوي تقدر تيليشارجيهم من الانترنت، انا غنوريها لكم. مهمين في العالم ديال البيم. واخا غير اللي كانوا حاضرين معنا البارح، عرفتش باش ما يفوتهمش هادشي. داكور، الشباب اللي حاضر يكتب شي كومنتير ولو عي اب ولا شي حاجة بحال هكا. اللي كانوا البارح باش نشوفوا واش اللي كانوا البارح كاينين. قولوا بسم الله. داكور، شوف البارح كنا بدينا في واحد البيسين، كنا تنخدمو له لي بلون بيتون ارمي ديالو. دوماج كنت سيبريميتو. نعاودو نفتحوه. الله لقاه بيسين. البارح كنا بدينا واحد البيسين الشباب، الى عقلتو كنا ديسينينا الكوفراج ديالو. كان هذا هو البيسين اللي كان جانا من عند لارشي، وكنا بدينا في الكوفراج ديالو وسالينا الكوفراج البارح.
كوت هنا درنا لي كوت، درنا الكرو بيتون، درنا المهم قادينا الكفراش، وكنا بدينا في الفراياج وكنا حبسنا هنا. الوغ اليوم مالوغوزمون ما نقدرش نكمل معاكم الفراياج ديالو، علاش؟ لان عندي شي حاجه مهمه، ولكن كاين شي حاجه اهم من الفراياج ديال هذا، هو انني كنت ديجا خدمت هنا 3 دي واحد لوجيسيال اللي هو اول بلون، اللي تنصحكم كلكم تعلموا ليه. لوجيسيال ما كاينش في السوق بزاف، ما كاينش شي مغربي تيخدم به تنظن واقيلا نهائيا. لوجيسيال عنده امكانيات واعره، ونيفو ستريكتير احسن الف الف مره من ريفيت، ونيفو فيراياج احسن الف الف مره من ريفيت. فيه امكانيات واعره، تعطيك لي كوب اوتوماتيك، تي كوتي، تيسهل عليك بزاف الحاجات. المشكل اللي فيه هو انه صراحه ما كاينش فيه فورماسيون بالعربيه، ولا فورماسيون فرونسي، ولا فورماسيون كاع باللونجلي. قليل داكشي غير ديال الشركه ديالهم، غير دي بتي فيديو صغيرين فيهم 5 دقائق 10 دقائق، ما كاينش شي فورماسيون من اتل زد. ولكن كاينين بعض لي زيطاليان، وبعض التواركه دايرين فورماسيون فيه من اتل زد، غير هو عتبدل شويه مجهود باش تقدر تتعلم منه. كنت خدمت هاد البيسين هذا، كنت اليوم درت فيه واحد ساعتين ودوزتو الاول بلون وخدمته. غتشوفوا بانه في اول بلون في الطروات دي ديالو ساهله، ماشي شي حاجه صعيبه. في الاول غتجيك صعيبه، ولكن من بعد ان فوا غتميتريزي غيولي كل شيء بالنسبه لك ساهل. تيدوز دي كوب اوتوماتيك، يعني بلا تبقى تحمق راسك انت بلي كوب عاد تقادهم. اللي زوين في البيم، وهاد لوجيسيال هذا راه تيخدم بلا تكنولوجي ديال البيم، وبالنسبه للناس غير اونتر بارونتيز اللي ما عارفينش شنو هو البيم، ما تقدرش تشرحوا بشي جوج الجمال ولا تشرحوا سميتو، ولكن نقدر نقول لكم بان البيم مثلا هو انه تعطي لكل اليمون، تعطيه فامي، تعطيه ماتيريال، ماشي بحال لوتوكاد. مثلا لوتوكاد لا ديسينيتي مثلا دولين، مثلا لنفرض مثلا ديسينيتي دولين هكا، هاد دولين هذا دي كاليتي مثلا دي غوبلا، ما عرفتش مثلا هاد لي دولين، فنقدر نقول ان هاد دولين حيط ميغ، نقدر نقول هاد دولين مثلا راه بوتر، نقدر نقول هاد دولين مثلا راه اكس، فهمتيني؟ فتقدر تعطيه اللي بغيتي. بار كونتر في لي لوجيسيال ديال البيم، اي حاجه تديسينيها تتعرفها، تتعطيها واحد السميه، وتتعطيها واحد لي ليمون، تتعطيها واحد لي ديمونسيون ديالها، ماشي غير ا و بي، ماشي غير في اكس و ايكغيك، حتى في زد. او ميم طو تعطيها تا ماتيريال، بحال دابا نعطيكم مثال بسيط. مثلا انا بغيت نرسم في اول بلون، بغيت نرسم مثلا بوطو. بوطو الا جيتي ترسمو في اوتوكاد عادي، غتمشي غدير كاري في هكا، وغدير له لي زاشيغ ديالو، وغتقول هذا راه بوطو. في اللوجيسيالات ديال اللي تيخدمو بالتكنولوجي ديال البيم، بحال الريفيت، وشحال من واحد دابا تيخلط ما بين الريفيت وما بين البيم. البيم الشباب راه ديما الجواب تنجاوب على بزاف ديال الدراري، البيم الشباب راه تكنولوجي، والريفيت ما هو الا اداه تستعمل هاد التكنولوجي. يعني الريفيت راه ماشي هو البيم، راه البيم راه البيم بزاف لوجيسيالات تيخدمو به. عندك مثلا اول بلون تيخدم التكنولوجي ديال البيم، عندك تيكلا ستريكتور اللي هو لوجيسيال مجد بزاف، وغادي يعني راه من اغلى اللوجيسيالات، وصعيب باش وحاضر راسو مزيان ان فوا يلقاو عند شي واحد تيخرجوا له بيناليتي. لوجيسيال واعر في ستريكتور صراحه، وسيرتو في الشاربونت لوجيسيال واعر مجد بزاف. هادو كلهم هاد اللوجيسيالات ريفيت، كيما قلت لكم اول بلون، تيكلا ستريكتور، كلهم تيخدموا بالتكنولوجي ديال البيت. فغنرجع لكم شويه كما قلت لكم قبيله، الفرق اللي كاين ما بين الاوتوكاد وما بين الديسان كلاسيك بالاوتوكاد وما بين البيم، هو ان شاك اليمون تعطيه واحد الماتيريال، تعطيه واحد الديمونسيون في اكس وفي ايكغيك وفي زد، تعطيه واحد مثلا واحد انا نعطيكم مثال. مثلا بغيت في الاركيتكتور مثلا ديسين انا بوطو، ان فوا نقول له مثلا هذا راه بوطو، اون فوا نقول له بوطو تعطيني واحد لوبسيون. ما
هنا تيقول لك شوف هذا البوطو هذا واش شحال فيه في اللارجور في ليبيسور، واش هو شناهو بيطو ارمي ولا ماسونغي ولا كارلاج ولا شناهو، شنو غادي يكون، فهمتوني؟ فتتعطيه ميتي ديالو مثلا في الماتيريو ديالو، واش بيطون واش ما عرفتش انايا بلاستيك واش ميتال واش هادشي كله، هذا فاش تينفع؟ تينفع في انه تيخرج لك الميتري اول حاجه اوتوماتيك، ما تستعملش تحسب سوا ديال البيطون سوا ديال الفرياج، وتيتعرف على كل حاجه بحديثها. اون فوا غديزينيه مثلا تيبان في 3 دي لي ديمونسيون ديالو، و حتى الماتيريو ديالو تيبان. مثلا نوريكم شي حاجه هنا، هذا البوطو الى قديت له الماتيريو ديالو راه مثلا غتشوف فوالا هذا بيطون الشباب، شتي بحال البيطون ديال بصح، دوك لي تخو ديالو دوك ما تعرفو بيطون، ماشي بحال لا تديسيني شي حاجه غير هكاك. الوغ اليوم كنت بغيت نقول لكم واحد جوج لوجيسيالات، اول حاجه هو اول بلون، حاولوا الشباب تعلمونه والله العظيم اللوجيسيال مهم بزاف 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 وغادي ينفعكم، واللي زوين فيه هو انه بزاف الناس ما تعرفوش له، وبزاف الناس ما تعرفوش شنو هو اول بلون اصلا، ومن الاحسن تعلموا له الفرياج ديالو. شوف الفرياج ديالو كي تعطي هذا، راه فرياج ديالو في اللوجيسيال، هذا راه فرياج 3D. شفت معكم اول لوجيسيال هو اول بلون، ضروري خصكم تعلموا ليه. ثاني حاجة هو أنه تعرفوا بأن اللوجيسيال الكلاسيك هذه شحال قبل التكنولوجي ديال بيم كانوا تيتعاملوا بواحد الحاجة سميتها دي دبل في جي، يعني كاع هاد اللوجيسيالات هادو تيتعاملوا غير بدي دبل في جي، سوا كوفاديس سوا روبو سوا معرفتش أنا أوتوكاد سوا أي لوجيسيال كان تيتعامل كان ليزون بيناتهم هو دي دبليو جي. منين جات التكنولوجي البيم، وبما انه كما قلت لكم ولينا سنعرفوا كل اليمون بالماتيريو ديالو بلي ديمونسيون ديالو في اكس و في ايغريك وفي زد، ظهرت واحد ليكستونسيون جديده اللي تتسمى لاي اف سي، واللي تيقراوها كاع اللوجيسيالات. تعرفوا ليكستونسيون ديال لي ديسان كلاسيك العاديين اللي هما دو دي اللي هما ماشي بيم، كانوا دي دوبل في جي. دابا في البيم ظهرت واحد ليكستونسيون اللي هي لاي اف سي، لأي لوجيسيال ديال البيم دابا ممكن يقراه. مثلا انا ممكن نخدم بروجي ديالي بأول بلون، وممكن يقراه الريفيت ويقراه تيكلا ويقراه الروبو، هاد اللوجيسيالات كلهم يقراو. شنو هي هاد الاكستنسيون؟ هي لي اف سي. هذا دابا مثلا هاد الفيشي اللي فتحته هنا اكسبورتيتو من أول بلون بالاكستنسيون ديال لي اف سي، باش تعرفوا الامكانيات اونتر بارونتيز ديال اول بلون شحال واعره. اول بلون في 2015، هاد الفيرسون اللي عندي راه 2015، تخيلوا معايا اول بلون في 2015 تي اكسبورتي ليك الموديل ولا الديسان اللي ديسينيتيه 3 دي فاش في البي دي اف، تخيلوا معايا يعني هذا في 2015 تي اكسبورتي الموديل في بي دي اف 3 دي، يعني ممكن تقراه 3 دي في بي دي اف. اعطيكم مثال، بقاو معايا الشباب، انا غنعطيكم جوج لوجيسيال راهما غراتوي راه ممكن تيليشارجيهم من الانترنت بسهولة. هاد لوجيسيال اللي ديجا تنشوف بيه انا 3 دي اللي تيقرا لي فيشي ديال لي اف سي، لي فيشي ديال لي اف سي اللي تيتعاملو معاهم كاع اللوجيسيالات ديال البي ام، عقلوا على هادشي هذا. تخيل شي شوية لأنه غي اكسبورتي هاد الفيشي هاد الموديل هذا اكسبورتي البي دي اف 3 دي. داكور غنسينو غنشوفو هنايا هاد اللوجيسيال اللي قلت لكم، هاد اللوجيسيال سميتو بيم فيزيو، عقلو عليه سميتو بيم فيزيو، راه انا غنكتبها ليكم هنا بيم فيزيو.
هاد اللوجيسيال هذا راه غراتوي، راه تلقاه في الانترنت، غتمشي غير تمشي لجوجل، شغل جوجل، هاو فوالا ديال بيم فيزيون، راه غتلقى هاد السيت ديالو داونلود، راه غراتوي يا شباب، ممكن تيليشارجي. فوالا هو تي تيليشارجي انا لقيت، واخا هاد بيم فيزيو هادو قلت لكم تيقراو كاع، تيقرا كاع لي فيشي ديال لي اف سي، لي اف سي اللي هي واحد ليكستونسيون اللي تيتعاملو مع كاع لوجيسيالات ديال بيم، سوا ريفيت ممكن اكسبورتي لي اف سي، تيكلا ستريكتيغ، تا الروبو ممكن اكسبورتي، تا لوجيسيالات ديال الكالكل بحال الروبو، بحال ارش، بحال سي بي، هادو كلهم ممكن اكسبورتيو لي فيشي لي اف سي. فهاد اللوجيسيال هذا تيسهل عليك مأمورية، لوجيسيال خفيف راه ما فيه حتى 25 ميجا تقريبا، ما فيه حتى 25 ميجا، ما ياخذ الفاس. داكور قلت لكم راه فيه ما فيه حتى 25 ميجا وعنده إمكانيات واعرة تيقرا كاع. اخويا شوف والله العظيم اخي محمد، لا لله في سبيل الله ما عندي حتى مشكل، بالعكس انا تنفرح ملي تنشوف خوتي تيتعلموا، وحنا في واحد الوقيته عرفتي راه كنا تناخذوا المعلومه كما تيقولوا بشق الانفس. انا تنعقل فاش كنت تنستاجي كنت تنجلس حدا واحد الولد تنقول له كيفاش تيديروا الهادي، تيقول لي تيديروا لي هكاك كل نهار كل نهار، واحد النهار هو يجيني نيشان قال لي انت باغي نعلمك باش تاخذ بيا بلاصتي هكا. حق الله العظيم، وديك الساعة ديك الوقيتة ديالنا حنا راه ما كان لا فيسبوك لا يوتيوب لا حتى شي حاجة، كانوا غير لي فوغيم، وكنا يعني باش تيليشارجي شي حاجة تديرها في الديسكات ولا تديرها في، فما كانت لك لي اس بي لا حتى شي حاجة، فهمتيني؟ كانوا ديك الساعة يلا بانوا لي سي دي، تتجرح لك السي دي، مشى لك اللوجيسيال، مشى لك بزاف الأمور. الحمد لله دابا المعلومة ولات موجودة، ما كاينش لاش بنادم يحتكر، وأنا مستعد ندير لكم فورماسيون في أول بلون، ندير لكم فورماسيون في أرماكاد. المهم بنادم احنا ما بغينا غير الله يرحم الوالدين، هادي هي اللي بغينا، الله ييسر اموركم. الو كيما قلت لكم شوف هاد اللوجيسيال هذا راه غراتوي، انا وريتكم منين تيليشارجيو، و تيقرا كاع لي فيشي لي اف سي، وعندو شي امور زوينه، مثلا ممكن تاخد لي ديمونسيون منه، فوالا شتي انت هو تيعطيك مثلا ديمونسيون شحال هنا، شحال مثلا هنا، شحال مثلا هنا، لي ديمونسيون ممكن بزاف طرق باش تاخذهم، اما تاخذهم بالسيرفاس ولا تاخذهم بالسونتر جرافيتي ولا بالسومي ولا بلاغيت من اغيت لاغيت. تعطيك لي كوردوني مثلا، تعطيك مثلا زاد شحال فيها، مثلا شحال متعلي هاد البلاصه، مثلا شوف فوالا هنايا متر و30، مثلا هنايا 3 متر و95، هاد لي زاد هادو انا دخلتهم ديجا من عندي من اول بلون، تيجيبهم معاك تيقول لك النيفو ديال شاك اليمون. شنو فيه عاوتاني؟ فيه واحد القضيه مهمه، مثلا شوف دابا انا خدام كوفراج مع الفراياج، فهمتيني؟ فممكن تكاش شي حاجه ما بغيتيهاش، هذا راه كوفراج مع فراياج، غير الكوفراج ديرو انا ترونسبارون باش يقدر يبان ليا سميتو، باش يقدر يبان ليا الفراياج الداخل، ولكن الا ما كانش ترونسبارون ممكن انك تكليكي غير على تكليكي على ليليمون اللي بغيتي وممكن تكاشيه. مثلا انا ممكن ماسكي كاع البيطون، هلا هادي واحد الغالي باش يبقى يبان ليا غير الفراياج. مثلا وهادشي علاش تنقول لكم شوف الفرق ما بين الفراياج دو دي والفراياج تروا دي. الفراياج تروا دي راه تيخليك تعرف كاع المشاكل اللي ممكن يكونوا في الشونتي،
ما يجيش عندك واحد يقول لك فوالا شاف شونتي راه هذه امبوسيبل باش تخدم ولا هذه ولا هذه، كل شيء تيبان لك وتيبانوا لك كاع حتى لي زيرور والمشاكل اللي يقدروا يكونوا او نيفو دو الكوفراج مثلا او نيفو دو الكولاج. عقلوا على هذا اللوجيسيال هذا سميتو بيم فيزيو، ورا تقريبا شاك موا تيعطيك الميزاجور باش ديرو، وفيه امكانيات بزاف وسهل خفيف ماشي شي حاجه ثقيله بزاف. لوجيسيال صغير فيه واقيلا شي 25 ميجا. فوالا هنا هو تيبان لي غير الفراية شتيو، تعطيك واحد الحاجة واحدة أخرى عاوتاني. هذا مازال هاد ديسان ديال هاد البيسين هو ديسان سامبل ماشي كومبليكي، بعض الخطرات تيكون عندك واحد الباتيمون اللي هي كومبليكي، ففيه واحد الأمور زوينة. مثلا لا بغيتي تعطيك ملي تتخدم نتايا مثلا في لوجيسيال ديال البيم ما تتخدمش كيطاج بوحديتو، هنا تيعطيك لي كالك اللي خدمتي بهم. فلا بغيتي مثلا تتكاشي مثلا واحد ليطاج ويبان لك غير ايطاج واحد، عنده هاد لوبسيون هادو. انتما تتشوفو مثلا بغيت نكاشي غير لي دار، ها هو مشى لي دار، هادو راه البيتون بروبروتي ولا الكرو بيتون اللي تحت من لي دار. مثلا هذا الواحد اخر كاشيتها مثلا لي ميغ اللي بغيت نكاشيهم، ها هو تيكاشي لي ميغ شتيهم دي فوال، لو بغيتي تكاشيهم كامل تيكاشيهم تيخلي لك غير الفراير. عقلوا عليه هذا سميتو بين فيزيو، وفيه بزاف الحاجات ديك الساعه تشوفوها نتوما. مثلا فيها هذه القضيه ديال الكوب، فوالا قضيه الكوب هاد الكوب هادي هو انه ملي تبغي ديك الساعه تكوبي واحد البلاصه تقطعها. نشوف كيفاش مبغاش يخدم ليا في هذا. كنترول عاد ما تنخدمش فيه بزاف، انا تنشوف فيه تنشوف بيه غير لي فيشي، داكشي علاش ما مازال ما تنميتريزيش مزيان. كاين حتى مشكل اخويا انور، ما كاين حتى مشكل، نعاودو معاك. اللوجيسيال الثاني اللي بغيت نوري لكم، وهذا تتيليشارجي بواحد الطريقه مختلفه شويه، هو تقريبا اللوجيسيال تيشبه اللوجيسيال الاولاني اللي فيكم هذا بي بليزون موا تيشبه له. وقبل ما ندوزو له غندوزو لديك القضيه ديك لوبسيون اللي قلت لكم، هو انه اول بلون في 2015 تي اكسبورتي الموديل تي اكسبورتي البي دي اف 3 دي. ربما شي وحدين اول مره تسمع بان البي دي اف تقرا الترواد، راه كاينه هاد لوبسيون في البي دي اف الشباب، راه البي دي اف راه تقرا الترواد فوالا، شتي هذا راه ترواد و بي دي اف، غير هو ماشي اي بي دي اف. عقلو عليه سميتو ادوب اكروبات رايدر دي سي، هذا تيليشارجيو راه تقرا البي دي اف ترواد. الشباب ها انتم شتيه، هذا راه بي دي اف، وفيه تاهو دي زوبسيون تقريبا بحال لي اف سي بي ام اللي وريتكم، بحال داك اللوجيسيال الاخر. هاد لوبسيون ديال كوب راه تاهو فيه. شتيو فيه بزاف لي زوبسيون الشاب، فيه بزاف لي زوبسيون اللي تقدر تشوفها. هاد لوبسيون ديال الكوب هي اللي تبقى تقطع لك الحاجة من الداخل، لا بغيتي تشوفها شنو فيها وداكشي. فوالا هانتوما تتشوفو،
داكشي اللي كاين، ما كاينش فورماسيون فيه بزاف، فغتقاتل باش تعلمنا. انا ان شاء الله غادي نحاول، اذا الله كان عندي شي وقيت غندير لكم شي فورماسيون فيه، ولكن ضروري ما خصك تدوز هاد الناس اللي في المانيا ولا اللي في تركيا ولا اللي في ايطاليا، راه كاينين شي وحدين تيعلموا فيه. راه شفنا بي دي اف 3 دي، وريتكم بيم فيزيون هو هاد اللوجيسيال هذا، واللوجيسيال الثالث هو ديال نيمستيك نيت، ديال نفس الشركة ديال اول بلون، سميتو عند واحد السميه في شي شكل، سميتو دي دي اس، هو هذا دي دي اس كاد فيور، دي دي اس كاد، هذا واحد اللوجيسيال اللي هو تقريبا بليز اون موان بحال لي اف سي، وزايد عليه بشي حاجات، حتى هو تيقرا لي في شي اف سي. والدراري اللي ما كانوش معانا، لي فيشي اي اف سي هو ليكستونسيون، هو ليكستونسيون اللي تيقراو كاع اللوجيسيالات ديال البي. الو عقلو، انا غنكتبهم ليكم، كتبت ليكم بين فيزيون، وهذا شويه دي دي اس كات، هاد اللوجيسيال ديال نيميت ستيك، غير دخل لجوجل باش تتليشارجي، تيعطيك غير تكتب الايميل ديالك وهما تيصيفطو لك لوليان الايميل ديالك. هو هذا، الا بغيتي تريشارجي راه تدخل هنا في داونلود دي دي اس يو. وهنا راه تكتب السميه ديالك، كنتري الايميل وتصيفطو لك، فهمتيني، تصيفطو لك لوليان باش تريشارجي. وهنا راه كاين دي فيديو تيشرحو كيفاش تعمل بيه. الفرق بينه وبين، باش ما نعقدش عليكم المسائل، الفرق بينه وبين بين فيزيون، شوف هنا راه تيعطي الفرياج، الفرق بيناتهم ماشي شي حاجه، ولكن في واحد لوبسيون زوونه، شناهي هو، انه تيقدر اكسبورتي لك الفيشي اي اف سي، الموديل اللي جبتي يقدر يديه لسميتو، يقدر اكسبورتيه لوتوكاد، هذه هي الحاجه اللي فيه زوون. وتمام، تعمل اكسبور، فيقدر اكسبورتي هاد الموديل اللي هو 3D، يدير لك اللوتوكاد باش تقدر تقرا في اللوتوكاد. حنا نديرو شي تجربة وغتشوف، هذا هو الفرق اللي كاين. شي حاجة هنا مقراهاش، على العموم ماشي مشكل. فوالا هنا راه في الاوتوكاد، راه مقري 3D، راه غير تشوفو هاكا. هانتوما هذا راه في اوتوكاد، هذا هو الفرق ما بين بين فيزيون وما بين هاد اللوجيسيال اللي وريتكم. هاد جوج لوجيسيال راه هما غراتوي ومهمين، فهمتيني، باش تقدر تقرا لي فيشي ديال لي اكس. وتنفضل هذا بين فيزيون لانه خفيف مقارنه مع الدي دي اس، ولكن الدي دي اس اللي زايد فيه كما قلت لكم هو تيقدر اكسبورتي لي فيشي لوتوكاد. هادشي اللي كاين الشباب، ما عرفتش شنو كنت بغيت نقول لكم، حاجه واحده اخرى، حاولوا ما امكن الشباب، حاولوا ما امكن انكم تشوفوا واحد لوجيسيال اللي سميتو بريسكاد. دابا ما عنديش انا الفيرسون، راه كاينه فيرسون 2020، فيرسون 2020 بريسكاد، واحد لوجيسيال تيشبه لوتوكاد، وتقدر تقول هو اوتوكاد، ماشي تيشبه لوتوكاد، هو اوتوكاد. غير دابا الشركه ديال لوتوكاد بغات، وبريسكاد راه ديالها غير مخبي، بغات بحال تقول
تبدل من الاوتوكاد لوجيسيال واحد اخر، فخرجت بريسكات. بريسكات راه فيه امكانيات واعره، لانه فيه واحد لوبسيون واعره ديال البيم، وتيقرا اللوجيسيالات ديال البيم تاعو، تيقرا تيقرا لي بروجي ديال البيم. هادشي اللي كاين الشباب هاد الساعة هادي. انا ما قدرتش نكمل معكم الفراياج ديال البيسين، ان شاء الله بحول الله يكون شي وقيت غير في هاد السيمانة هادي غادي نكملو معكم، وان شاء الله غنشوفو ماشي غنكملو، غنخدمو ان شاء الله حتى الروبيراج بارماكات. ارماكات هو لوجيسيال زوين بزاف ومجهد، ولكن دابا المشكلة هو انه ما كاينش في الانترنت. اللي تقدروا ديروا هو ان كاين واحد الفيرسون 2006 راه تقدروا تلقاوها في اليوتيوب تتانستالا مع ماشي 2006، واحد الفيرسون 2010 على ما اظن. المهم تتانستالا مع الويندوز 7، تقدروا تقلبوا عليها وتبداو بها. راه ما كاينش فرق نهائيا، انا نقول لكم ما كاينش فرق ما بين ارماكاد اللي كيخدم بلوتوكاد وبالويندوز اكس بي اللي هو الفيرسون الموجوده، فيرسون 8 موجوده في الانترنت، هذه كاينه. غير هو المشكل ديالو هو انه تيخدم في الويندوز اكس بي وتيخدم مع الاوتوكاد، الاوتوكاد 2008 2009، فتجي صعيبه انك ترجع للويندوز اكس بي. ولكن اللي عنده الامكانيه يقدر مثلا انستالي واحد الفيرسون ديال ويندوز اكس بي في البيسي على الاقل، غير باش يتعلم شي شويه ارماكاد. راه ما كاينش فرق نهائيا ما بين ارماكاد 2020 وما بين ارماكاد فيرسون 8 نهائيا، فرق صغير شي حاجه بسيطه باش تقدروا تتعلموا فيه. وان شاء الله غادي ندير لكم فورماسيون في ارماكاد. ارماكاد لوجيسيال تاهو واعر، خصكم ضروري تتعلموا له، لان من اللوجيسيالات اللي مطلوبه ولات مطلوبه. كاين عاوتاني ادفير، الفرق بيناتهم ماشي كبير بزاف، غير ادفير كومبليكي شي شويه وصعيب شي شويه مقارنه مع ارماكاد وتقيل، وارماكاد خفيف وفيه بار وحده. شي ارماكاد اللي تيهضروا عليه الناس راه هو هذا، فيه هذا البار هذه، صافي هذا هو ارماكاد كامل فيه هذا البار هذه. تسمع ارماكاد 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 وما فيه والو، تيتانستالي مع الاوتوكاد وتيخدم مع الاوتوكاد. معظم لي زوبسيون اللي تتخدم بهم هما ديال الاوتوكاد، لدرجه ان مثلا انت شي بار اللي بغيتي ديسينيها بولي لاين، مثلا ديسيني بولي لاين كيما بغيتي هادي، وبغيت ترجع بار تجي تتكونفيرتي، تقول لها بغيت البار ديال الدوز ولا السايز ولا كدا، ترجع الكبار ها هو دير ليها كروشي دير ليها كلشي. ها هي دايره بار، يعني ممكن تخدم كلشي بالاوتوكاد في الاخر تجي تبدا تكونفيرتي ليه. مثلا انت مثلا ما عرفتش عندك فوال فحال هكا طويل، ممكن كل شيء تخدمه انت غير بولي لاين، ممكن تجي ديسيني هكا ديسيني هكا ديسيني. مثلا شي فوار عندك فلاك، راه ممكن تسيليكسيوني هادشي هذا كامل و تكونفيرتي. لا انت ما شفتش او كلشي تخدم بولي لاين وفي الاخر تكونفيرتا ولا بار. وهاد البار هادي راه ممكن تروبيريها ويقول لك شحال فيها في الطول وشحال فيها في العرض وشحال فيها. مثلا كنت تقول لي فايته 12 متر، تيقول لي راه فايته 12 متر لانه ما كاينش
شي بار فيها 12 متر، لان الستوندار اللي تيجي لبرا ملي تتشرى تتشرى فيها 12 متر، تتفوتش 12 متر. هنا تيقول لي فيها طونسور فيها اكثر من 12 متر، فهمت؟ تتربي راه شوف فيها 28 متر، وهابطة هنايا 13 ولا متر و33، انا متر و30 شي حاجة بحال هكا. وفي الاخر تيعطيك طابلو وتيحسب لك كاع الفراياج اللي ممكن انت غادي تخدم بيه، وتيعطيك الميتري ديالهم كامل. من بعد ان شاء الله غادي نديرو شي فورماسيون في ارماكا. هانت هنا ها هي البارا، راه فيها وحده الديامتر ديالها ديال 12، نمبر توتال 12، لونغور ديالها واحد الكود ديال باش تتسنتخا، لي ديمونسيون ديالها ا و بي و سي، ها ا و بي و سي. وهنا تيعطيك التوتال تا ديال يعني هاد البارات هادو اللي حسبت انا شحال فيهم ديال شحال من كيلو. وهنايا الا كان عندك بزاف ديال البارات، هما عندك 6 لويت ديس دوز الى اخره، ها البوا انيتير بحال تقولتي ديال المتري، تتولي بلا ما تبقى انت تحمق راسك بالمتري عاد تحسبو مانيال. هذا او ميم طو راك تديسيني، او ميم طو راه تيعطيك المتري بلا ما تعاود تحسبه. وهذا هو الهدف من اللوجيسيالات ديال البيمة شباب، وانه تولي يولي عندك متري ديال البيطون والمتري ديال الفراياج بلا ما تعاود تحسبه. او ميم طو انت راك تديسيني وهو تيحسب لك الراسه. مثلا في اول بلون انا ديجا ديسينيت له هادشي، هذا عطيتو هاد الفراياج، هذا من طبيعه الحال ما عطيتوش شحال فيهم، ولكن الا بغيت المتري ديالهم راه يعطيني البيطون ارمي ديال هادشي هذا كامل ومفصل ومقاد ومصايب، ويعطيني لي بار شحال فيهم وشحال من كيلو بكليك بلا ما تبقى تحمق راسك. مثلا انا غنجي ندير رابور هنا ديال البيطون ارمي. خويا ما غتقراهمش في الصراحة في المدرسة، المدرسة شنو غيقريوك؟ غيقريوك اوتوكاد، ما غيقريوك حتى شي حاجة من هادشي هذا. مصاب هادشي يقراوه الناس اللي هما ديجا خدامين في الدومين 10 سنين و 12 عام. واحد دابا لا جبتي عنده 12 عام في الدومين، لا سولتي على اول بلون يقولك شنو هو هاد اول بلون، هذا اش تيدير هاد اول بلون هذا، واش فهمتيني؟ الغريبة انت قلب في اليوتيوب ما غتلقى حتى شي فورماسيون دايرها شي مصري مثلا، ولا دايرها شي ولا دايرها شي واحد مثلا في اول بلان، لا مصري ولا اي عربي داير شي. هذا هو المشكل ديالنا حنايا الشرق الاوسط والمغرب العربي، كنا نحتكر المعلومه. مازال المصريين في الصراحه فايتنا والله. مثلا اللي بغى يتعلم الريفيت، انت دابا هذا في يوتيوب ان فوت دير اول بلون شنو تتلقى. هادو دابا هادو دي فيديو ديال الشركه، ديما تتلقى اول بلون فرونس، اول بلون امريك، اول بلون شي حاجه. كاينه واحد عربي شنو داير كورس عربي شرح مجاني اول بلون، فاش تدخل تتلقى 40 فيديو، تخيل معايا 40 فيديو، تقول صافي هنا غادي نتعلم. كل فيديو فيه 5 دقائق 3 دقائق ما عاد شحال، فاش تدخل له تتلقى تخربيق، ما يعلمك حتى شي حاجه، يزيد يتلفك وصافي. فالطريقة الوحيدة باش تتعلم لهذا الأول بلون هذا، ولا أنت هاتي خربق عرفت. هذا دابا لو بغيتي تتعلم خصك تمشي تتصل بيه في 2014، تتصل بيه وتخلص الفلوس باش تتعلم. ولكن كاين الناس ألمانيين وديز إيطاليين اللي عندهم فورماسيون تيديروها غراتوي ومن أتل زاد، ولكن لا سير قرا الألمانية. أما ما غاديش تقرا أخويا في المدرسة هاد اللوجيسيالات، تنقول لك راه القليل اللي تعرفو. فرجعوا الاول بلون، اول بلون هانت فوالا، ها الميتري، هذا الميتري، هاد لي دال تيقصد بيه هادوك لي رادي اللي ديجا خدمت، تيعطيك الشكل ديالهم لي ديمونسيون ديالهم. مثلا عندي واحد الرادي سيركيلار هو هذا، راه ديجا حاسبوها وحاسبو هنا، عطيك داكشي بالديتاي، حتى لا ما تقتيش فيه ولا شي حاجه تيقول لك فوالا هانت هادشي بالديتاي الا بغيتي تدير فيه معايا. فوالا ها لي رادي عندي، هادي تا هي لتحت عندي، هادي تعطيك تا لي فوال لي بوطو، تا
تعطيك كل شيء، ما تخليك فين تقلب فين ترجع، وفي الاخر تعطيك التوتال شحال من متر كيب كاين هنايا. فبحال دابا هذا لقى فيه 41.43 متر كيب، وكاين شي امكانيات بزاف اللي ما نقدرش نقول لكم غابيدمون، لان هادشي هذا راه خصو وقت وخصو بزاف ديال الامور. فما غتقراهمش اخي، ما غتقراهمش الا لا شمرتي على يديك انت تعلمتي. ها باش نغيزيمي يا الشباب، باش ما نطولش عليكم بزاف، قلنا كاينه بين فيزيو راه تقدروا تيليشارجوه غاتوي، فيه امكانيات واعره، وتقرا كاع لي زيكستونسيون ديال لي اف سي، يعني اي لوجيسيال. انا عندي شي حاجه انا نقدر كاع نشوف لكم، كاين شي حاجات الصراحه حيت انا خدام شي بروجيات سونسيبل، فما بغيت نوريكم شي حاجه الصراحه، فما نقدرش لانه فريمون بروجي سونسيبل هذا اللي ديجا خدمنا دابا حاليا اللي انا خدام فيه. اقول لكم نيشان لايروبور ديال المخنسة، حيت الايروبور ولا انترناسيونال، مابقاش ايروبور وطني ولا بمواصفات عالمية. وهذا الموديل ديالو، وتخيل معايا الموديل ديالو هتصايب في طاليا ما تصايبش في المغرب، وحنا خدمنا مع لي زيطاليان، مخدمناش مع المغرب، حنا كنا بيغو دي تيت تابع لي زيطاليان. أمشي فيها على هذه المعلومات. ما علينا، فكما قلت لكم الغيزيمي، عندنا بين فيزيو، عندنا دي دي اس اللي تتانسكريف معاهم وتصيفطوا لك لوليا الايميل ديالك، وعندنا ارماكاد ضروري خصكم تعلموا ليه، وعندنا اول بلو، اربعه لوجيسيالات، جوج غير تيقراو لي في شيت لي اف سي، واحد ارماكاد اللي تيدير ديسان ديال الفراياج، تيدير لي بلون ديكز يعني الديتاي ديال ديال الفراياج، و اول بلون اللي تيدير الموديليزاسيون، تيدير حتى هو الفراياج 3 دي. واش اللي كاين، ونسال الله لكم العفو والعافيه، والله يعينكم والله يعاونكم، وما تنساوناش بالدعاء. يا الله اخوتي، الله ييسر اموركم.